والله الحمد لله احنا بنستعد كويس جدا السنه دي. طبعا في بدايه الموسم حصل لنا ظروف وحشه، اصابات 3 لعيبه مع المنتخب وعمليات جراحيه، السفر طبعا نور ياسين للدراسه في الخارج، 4 طبعا مؤثرين جدا، اصابات ايه الشامي ومروه مجدي وماير خليفه، بس احنا الحمد لله شغالين كويس ومعانا مجموعه من الناشئات ابتدينا معاهم عشان يعوضوا النقص بتاع اللعيبه اللي موجود، وعندنا اللعيبه المحترفه ان شاء الله البرازيليه هتكون موجوده كمان اسبوعين معانا، وان شاء الله باذن الله يعني الفتره الجايه هيبقى في صفقه عملناها ان شاء الله باذن الله برضه هتكون معانا، فباذن الله يعني متفائل باذن الله. بنحمل على اللعيبه سواء بدني او مهاري، او هنبتدي كمان ماتشات وديه الشهر الجاي، فلازم بيبقى في الفتره دي تحميل لان هو ده تاسيس السيزون كله. ان شاء الله الموسم هيبتدي في 11 بدايه الدوري، وبعد كده افريقيا في شهر 3 ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يبقى اللي قادم احسن. اللعيبه اللي فاتت كانت متميزه جدا، واحنا اختيارنا اللعيبه الجديده بناء على المستوى اللي كان معانا، سواء التميز في الضرب الساحق او في استقبال الكره الاولى اللي هي مهمات مركز 4 اللي اللعيبه جايه فيه، وان شاء الله باذن الله تبقى افضل وتبقى اضافه ودعم لينا. هو اوريدي كان معانا مجموعه من السنه اللي فاتت وزودنا عليهم مجموعه السنه دي، واحنا شغالين معاهم واحده واحده، بنديهم خبرات واحده واحده، وباذن الله في اكتر من عنصر هيبقى شايل معانا السنه دي باذن الله. موجودين ومنافسين اقوياء على كل الالقاب برغم الاصابات، بس ان شاء الله باذن الله يعني عندنا امل كبير، الناس عامله شغل كويس وشغاله في التدريبات كويس، بالاضافه ان شاء الله باذن الله ان لو اصابه او اصابتين من الثلاثه قدروا يلحقونا هيبقى اضافه لينا قويه. طبعا يا جمهور الاهلي ده واقف في ظهرنا على طول، واحنا بنقول لهم ادعمونا، السنه دي موسم صعب، محتاجين ان انتوا تبقوا واقفين ورانا، وباذن الله هنبقى عند حسن الظن.